هيهات ثم هيهات ما دامت هناك دماء وتضحيات الشهداء. وسيستمر هذا المحور الفولاذي لتقديم التضحيات ما دامت هناك دماء الشهداء، سيستمر هذا المحور الفولاذي بتقديم التضحيات والشهداء حتى تحرير جميع الأراضي العربية المغتصبة وعلى رأسها بيت المقدس، ومهما غلى الثمن. وكما قال السيد الرئيس المقاوم بشار الأسد: إن ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام. وها هي بشائر النصر تلوح في اليمن وفي العراق وسوريا ولبنان، وسيأتي ذلك اليوم الذي نحتفل به بالنصر العظيم في تحرير كامل التراب المغتصب، وخصوصاً في فلسطين والقدس. وإننا على ثقة تامة بالنصر المؤزر على أعداء الله والإنسانية، وستعود الأرض لأهلها، وستبزغ شمس النصر والحرية، وينجلي الليل والظلام، سينهار يوماً جدار الظلام، وينبتق الفجر منها هنا، وأبصر في الأوجه اليابسات دبيب الحياة دبيب المنى، وأزرع أرضي أرضي أنا، وأحمي الزنابق والسوسنا، ويخضر كوخي رغم الأسى، ويعشب مسرايا والمنحنى.